بالنسبه لي انا الخرجات الاعلاميه الاخيره ديالي بان تنقول بان حزب التقدم الاشتراكيه في حقره في استبداد في بان الامين العام تحول الى طاغيه وفرعون. هالاحداث الاخيره تثبت بان داك الحقره راه كاينه فعلا في القياده ديال الحزب. التصريحات الاخيره ديال وزير التشغيل بانه تيسرح هو كان تيسرح والان مازال تيسرح ولكن دابا تيسرح المغاربه ووصف المغاربه بالبهيم، هذا تصريح خطير من هذا المنبر ديالكم. الان القياده ديال حزب التقدم الاشتراكيه في المحك بان عزيز الدروش خرج تينتقد بالعلن الطريقه ديال التدبير والتسيير ديال حزب التقدم الاشتراكيه واتخاذ القرار ديال التوقيف المؤقت للعضويه ديالي. الان القياده في محك باش تاخذ قرار جري والمغاربه، لان السيد الوزير وصل للحد بانه هان المغاربه وهان الحكومه وهان الدوله المغربيه بالوصف ديالو المغاربه بالبهيم. السراح مع كامل احتراماتي لهاد المهنه تيسرح المواشي، اذا هاد الوزير وصف المغاربه بالمواشي وبسميتو، اذا خص الحزب يتاخذ قرار وخص رئيس الحكومه ياخذ قرار في حق هاد الوزير هذا. هنا تيبان بانه كاين حقره والمغاربه محقورين من طرف هاد الحكومه، والايام تثبت بان هاد الحكومه حكومه ديال الكوارث بامتياز. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في، ان سامبل كليك في هاد لو بوتون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.